أهلا بكم. قال معهد أبحاث الشرق الأوسط للإعلام إن وكلاء إيران في العراق تعرضوا لجملة خسائر وضربات موجعة، كان أكثرها وجعا وإيلاما على الإطلاق هي قتل الولايات المتحدة قائد فيلق القدس قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس في غارة أمريكية بطائرة درون قرب مطار بغداد. وهناك من يؤكد أن إيران وبعد تصاعد الغضب الشعبي في العراق على تغولها في العراق وتدخل حرسها الثوري في تسيير المشهد السياسي وجره إلى سياسة المحاور، وهو ما تجلى غضبا وسخطا ضدها خلال تظاهرات تشرين ثورة تشرين وتفاقم مشاكلها الداخلية من جراء العقوبات الاقتصادية الأمريكية وتفشي فيروس كورونا، بدأت بالتراجع ولو قليلا في محاولة لتقليل خسائرها الاستراتيجية في العراق، فصارت أكثر تقبلا لفكرة منح وكلائها في العراق هامشا أكبر للحركة في تحديد خياراتهم السياسية عما كان الأمر عليه سابقا. تطورات الوضع في العراق بعد التكليف الكاظم بتشكيل الحكومة القادمة وتأثيرات الاشتباك الأمريكي الإيراني على هذا الوضع هي ما سنبحثها في حلقة الليلة من طاولة حوار، وسنطرح فيها الأسئلة التالية: هل جاء قبول إيران والميليشيات الموالية لها بالكاظم رئيسا للحكومة القادمة على مضض بعد انحسار خياراتها في العراق؟ ولماذا تنظر الميليشيات الطائفية إلى الحكومة القادمة على أنها مسألة حياة أو موت بالنسبة إليها برغم قصر عمر هذه الحكومة؟ وكيف ستكون ردة فعل إيران وميليشياتها إذا ما أراد الكاظمي تقديم رؤية جديدة للعراق تختلف عن رؤية الميليشيات ومنظورها الطائفي المحمي بقوة السلاح؟ وهل هناك فعلا ارتخاء في القبضة الحديدية الإيرانية في العراق بعد مقتل سليماني ووطأة العقوبات الأمريكية وأزمة كورونا وغيرها من مشاكل الداخل الإيراني؟ وهل ستستمر حالة التصادم العسكري غير المباشر بين الولايات المتحدة وإيران من خلال ميليشياتها في العراق أم ستنتقل إلى صدام مباشر؟ ضيوف الطاولة: رافع الفلاحي، لقاء مكي، ثامر العلواني. يظهر جليا أن أقصى طموحات الأحزاب والكتل هو إعادة المشهد السياسي في العراق إلى ما كان عليه في عهد حكومة عادل عبد المهدي قبل استقالتها لتحقيق مصالح جميع الشركاء والحفاظ على مسافة متساوية بين المشغلين الرئيسيين أمريكا وإيران. أيها العراقيون الكرام، شخصيتان حتى الآن فشلتا في تحقيق هذا الغرض فخرجتا من اللعبة سريعا، محمد توفيق علاوي وعدنان الزرفي، لتسند هذه المهمة إلى صاحب العقلية المخابراتية مصطفى الكاظمي، والذي يبدو أنه قطع شوطا طويلا في إرضاء الأحزاب وتسوية خلافاته مع الميليشيات التي اتهمته بالتآمر في قضية قتل قاسم سليماني. وبحسب الوقائع التي تشير إلى اعتماده رئيسا للحكومة بشكل توافقي رغم كل عوامل فشل مهمته، فإنه قدم للأحزاب مغريات مرضية جعلتها تنظر إليه بإيجابية وتروج له حملات دعائية. معظم المصادر الحكومية تجمع على أن الكتل تقاسمت الحقائب الوزارية قبل أن يطرحها الكاظمي، ورضي بها الجانب الأمريكي مقابل رضا إيراني جاء على مضض نظرا لواقع نظام طهران المأزوم وإدراكه أن سطوته الكاملة على العراق لم تعد ممكنة بسبب الخطوات العملية التي اتخذتها واشنطن في تحجيم النفوذ الإيراني لصالحها. لكن حالة عدم الاستقرار التي تشهدها المنطقة وتضافر الأزمات الاقتصادية والأمنية تجعل العراق المتأثر الأول من توترها، أي أن التوليفة السياسية ستكون عرضة للاضطراب جراء أي توتر أمريكي إيراني، الأمر الذي يجعل مهمة إعادة لملمة شظايا العملية السياسية من قبل أي حكومة مهمة معقدة وغير مضمونة النتائج. كما لا يمكن إغفال ثورة تشرين حينما فرضت نفسها عاملا مؤثرا رئيسا في العراق، بحيث امتلك الثوار المسرح الذي يلعب عليه جميع الفرقاء مع أدواتهم، وخصوصا أنهم شكلوا حالة وعي جماهيري صار من الصعب الاحتيال عليها أو تطويعها. الموت
أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي ستبحث في تطورات الوضع في العراق بعد تكليف الكاظمي بتشكيل الحكومة وحالة الاشتباك أو التصادم غير المباشر بين الميليشيات الموالية لإيران والولايات المتحدة الأمريكية. ضيف طاولة الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، وسيكون معنا أيضا الدكتور لقاء مكي الأكاديمي والباحث السياسي، ومعنا أيضا عبر سكايب من عمان الدكتور ثامر العلواني مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق. مرحبا بالضيوف الكرام جميعا، ونبدأ مع دكتور رافع. دكتور رافع، هناك من يقول أنه قبول إيران والميليشيات الموالية لها الحقيقة كان قبول المضطر وليس قبول المقتنع، قبول جاء على مضض بعد انحسار خيارات إيران في العراق بعد مقتل سليماني، أزماتها في الداخل، كورونا والعقوبات الأمريكية عليها. فعلا هذا القبول على مضض، وربما إيران ربما تتحين فرصة أن ترتاح وتلتقط أنفاسها لتعاود سياستها القديمة من 2003 حتى اللحظة. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بك أستاذ ماجد، وأهلا بضيوفك الكرام مشاهدي قناة الرافدين. أهلا وسهلا. بداية لابد من يعني توضيح الصورة التي عليها الوضع الآن. هذا المشهد يجب أن يكون واضحا بصورته أمام الجميع لكي يسهل الحكم عليه أو قراءته بشكل جيد. الحقيقة منذ بداية الاحتلال عام 2003 وما بعده، طوال هذه السنوات لغاية انتفاضة تشرين في 1 تشرين 2019 العام الماضي، كان الإعلام الإيراني وإعلام الميليشيات والعملية السياسية تصور كل العراقيين على بأنهم يعني قد قبلوا وأيدوا السياسة الطائفية بكل تقسيماتها العرقية والمذهبية، والدليل على ذلك كانوا يقولون أنهم يعني طبعا أيدوا منهجها وأيدوا هذه التقسيمات والمحاصصات، والدليل على ذلك كانوا يقولون أنهم هذه الطبقة الشعب العراقي الغالبية منه تعود لانتخابنا مرة أخرى في كل انتخابات جرت منذ عام 2005 لغاية 2018، لكنهم كانوا يكذبون على الشعب. لم يكونوا يقولون أن حجم التزوير كم كان في بلد هو من بين أكثر 5 بلدان بالعالم فسادا، ذلك حجم التزوير كان عالي. لم يكونوا يقولون كيف كانت تجري الانتخابات، من كان يراقبها، بأي قانون كانت تجري الانتخابات، كيف كان الاستعداد إليها، من هم الذين يشاركون فيها. هذه كلها لم يكونوا يقولون فيها لغاية انتخابات عام 2018 اللي بعدها جاءوا بعادل عبد المهدي، واللي 82% من الشعب العراقي لم يشارك فيها. يعني ردا على تقولهم، أهل العراق قالوا خلص لن نشارك في هذه الانتخابات. هنا أسقط في يد الراعي الرسمي الأساسي لهذه العملية السياسية بعد الولايات المتحدة. الولايات المتحدة هي من أسس العملية السياسية، هي من رعاها، لكن إيران هي من حصدت كل الجوائز وحصدت كل النتائج. فبالتالي إيران صارت هي خلال السنوات الماضية وعلى الأقل من عام 2014 وما بعدها صارت هي المتحكم في الساحة العراقية. إيران أحست هنا أن الوضع قد انقلب تماما، فحاولت بكل قوة أن تدفع باتجاه إعادة السيطرة، إيقاف هذه التظاهرات، اتهمت هذه التظاهرات بأنها أمريكية إسرائيلية مدسوسة، لم ينفع شيء، وجهت ميليشياتها لضرب هذه التظاهرات، لم ينفع. بالتالي الثورة مضت في طريقها، وكانت إيران في هذا الوقت قد دخلت نفقا يكاد يكون مظلما بسبب العقوبات الأمريكية التي فرضت عليها، بسبب الملف النووي. هناك يعني افتراق أمريكي إيراني بسبب الملف النووي، فيما بعد جاء ملف الصواريخ بعيدة المدى. هذا الوضع الذي نشأ فيما بعد قد حول إيران إلى حالة اضطرارية بالتعامل مع العراق، بمعنى أنه إيران بدأت يعني قبضتها على العراق ترتخي قليلا قليلا، لأن وضعها الداخلي كان بدأ بالانهيار. دكتور يعني أشكرك، إذا سمحت لي أشكرك.
سنتحدث عن مؤشرات ارتخاء القبضة الحديدية الإيرانية في العراق بعد طبعا جملة أسباب، سنتحدث لاحقا إذا سمحت لي. نتحول إلى الدوحة مع دكتور لقاء مكي. مساء الخير دكتور لقاء. أهلا وسهلا. مرحبا. هلا دكتور. هناك من يتفاءل أن مجيء الكاظمي سيحدث تغييرا ما في المشهد العراقي، وهناك فريق أيضا بالضد يقول أن الميليشيات التي تتحكم بالمشهد في العراق بكل مفاصل الدولة العراقية بعد 2003 هذه ليست تنظيمات مسلحة وليدة لحظة التصدي أو الحرب على قوى الإرهاب، وإنما تحمل رؤية خاصة بها من منظور أو منطلق طائفي، وبالتالي لن تقبل بأي تغيير أو رؤية تتصادم مع رؤيتها. شكرا جزيلا. شوف، أولا العراق الآن يعيش مرحلة صراع حقيقي ما بين الدولة واللا دولة. هناك مؤسسات، هناك حكومة، هناك رئاسة الجمهورية، هناك برلمان، ولكن هناك أيضا قوى مسلحة لا تعترف بهذه المؤسسات أو أنها على الأقل تدعي الاعتراف بها، لكنها تستصغرها وتعتبر أن قراراتها إن لم تأتي على هواها، أي هو هذه التنظيمات، فهي غير شرعية، وهذا معناه أنها لا تعترف بهذه المؤسسات، أما أن تكون يعني كما أريد أو لا تكون شرعيا، هكذا تقول هذه التنظيمات. هذه التنظيمات هي كلها من بنات أفكار وعمل ويد قاسم سليماني كما نعرف. رحيل قاسم سليماني أحدث متغيرات مهمة للغاية في الرؤية الإيرانية وفي القدرات الإيرانية. دكتور خلص، دكتور لقاء سامحني على المقاطعة، خلينا بالنقطة الأولى وراح أعطيك الوقت أن تتحدث عن مرحلة ما بعد مقتل سليماني. تحدثت أن هناك صراع حقيقي بين الدولة ممثلة بحكومة برلمان وما إلى ذلك، ولا دولة الميليشيات. أولا أنه هذه الدولة الدولة كلها لديها أو معظمها أو القوى الفاعلة في هذه الدولة في البرلمان وما وغيرها، الحقيقة كلها لها أذرع ميليشياوية، يعني هي في نفس الوقت دولة ولا دولة. النقطة الأخرى، الحقيقة هذا الصراع غير متكافئ، بحيث أن الدولة كما يقال في العراق تتشفى الشر من اللا دولة، فكيف هناك صراع؟ هل فعلا هناك صراع؟ أقول لك بصراحة، حتى التنظيمات المرتبطة بكيانات سياسية لم تعد هي المحرك للمشهد. يعني منظمة بدر مثلا لديها ذراع سياسي أو هي ذراع عسكري لجناح سياسي، هذه حتى هذه لم تعد هي المؤثرة في المشهد. المؤثرة الآن هي تنظيمات ليس لها أذرع سياسية وتعمل بمفردها، وربما وهي بالتأكيد أكثر تطرفا بكثير من التنظيمات المسلحة السابقة المعروفة، الميليشيات المرتبطة بأذرع سياسية مثل حزب الله، مثل النجباء، مثل كتاب الإمام علي. كل هذه خارج سياقات العمل السياسي، لا تعترف به، تسمي نفسها مقاومة إسلامية، وهي خارج إطار أي تنظيم سياسي أو أي غطاء سياسي، لا دستور ولا دولة. وبالتالي هذه التنظيمات تعترف بولاية واحدة هي ولاية الولي الفقيه، وهو هنا خامنئي بطبيعة الحال، لا تعترف بحدود بين العراق وإيران. هي تعتقد أن العراق جزء من تنظيم أكبر، هو تنظيم الإسلامي أو المقاومة الإسلامية، وبالتالي هذه التنظيمات هي بداية خطيرة لما يمكن أن نسميه يعني غياب حالة الدولة في العراق إن استمرت وإن مكنت من القوة. هذه التنظيمات ستكون خصم حتى للسياسيين الذين يعتقدون أنهم يمثلون الشيعة مثلا، أو يمثلون العملية السياسية، أو أنهم جزء من إيران، أو قريبين من إيران، أو قريبين من أمريكا. الآن بالنسبة لإيران وأمريكا لم يعد متاحا أن يكون هناك أطراف معي ومع الطرف الآخر، يعني يمثلون مصالح البلد أو يحاولون التوسط. لا، الآن إما أن تكون معي أو تكون ضدي. الأمريكان لن يقبلوا بأطراف تحاورهم وتقترب من إيران، والإيرانيين كذلك.
بمعنى أنه يجب أن يكون الأطراف المهيمنين على الساحة العراقية بالنسبة للإيرانيين هم إيرانيون فقط، وهؤلاء يمثلون الميليشيات الجديدة هذه التي تدعي أو تصف نفسها بالمقاومة الإسلامية، وهي جزء من أذرع إيران المباشرة. الآن تم تحييد حتى يعني الأطراف التي كنا نعتقد أنها أقرب إلى إيران من سواها مثل بدر وسائرون أو التيار الصدري أو حتى العصائب، ورغم أن العصائب هي جزء من هذه ولكنها تضع قدمين في العملية السياسية ومع هذه الأجنحة المتطرفة. أعتقد أن المرحلة الجاية من المنازلة القادمة ستكون بين نظام الدولة حتى الشيعة منهم وبين هذه الميليشيات، ولكن هذا سيقتضي وجود تصادم، لأن بعض الأطراف السياسية الشيعية ستعتقد أنها من الأأمن لها والأسلم أن تذهب إلى إيران وإلى هذه الميليشيات تماما، لأن العراق إذا ما قدر لأمريكا بالانسحاب لأي سبب كان ستعتقد هذه الأطراف أن العراق سيكون مع إيران تماما، ولذلك ستترك الدولة باتجاه اللا دولة للميليشيات، وربما أطراف أخرى ستقبل بالعكس. ولكن في كل الأحوال هناك صراع كبير يجري سياسي الآن، ولكنه قد يتحول إلى عسكري، لا سيما وإن إن أرادت الدولة سواء الكاظمي أو غير الكاظمي في المستقبل القريب سحب أسلحة هذه التنظيمات باعتبارها خارج إطار حتى الحج الشعبي، وبالتالي سحب سلاحها يعني الدخول في صراع عسكري مباشر. نعم شكرا. دكتور ثامر العلواني في عمان، إزاء هذه الصورة أو جزء من الصورة اللي قدمناها دكتور لقاء مكي عن هيمنة إيرانية، إيجاد تشكيلات طائفية مسلحة أكثر تطرفا وعنفا من التنظيمات التقليدية المعروفة، هناك من يتحدث الحقيقة بعكس هذه الصورة أنه إيران الآن في حالة قبضتها التقليدية من 2003 إلى اليوم في حالة تراخي، في حالة كسل شديدة بعد مقتل سليماني وأزماتها كورونا والحصار أو العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها من قبل الأمريكيين، وأنه إيران الآن الحقيقة خياراتها محدودة منحسرة معدودة، فعلا الصورة هكذا؟ حياك الله ولضيوفك الكرام أخي الكريم أستاذ ماجد. أولا لا شك بأن خيارات أمريكا إيران في العراق وتحكمها بالعراق بعد مقتل سليماني هي تراخت كثيرا، سواء عن طريق الميليشيات أو سواء عن طريق الحكومة نفسها أو الأحزاب الموالية لإيران بشكل مطلق، كلها سواء سنة أو شيعة. هذا بدأ يظهر جليا بعد يعني سنة أو بعد مرور أقل من أشهر على مقتل سليماني. قبل سنة قبل هذه الأحداث كان هناك ولاء كامل لأوامر سليماني وإطاعتها بشكل مطلق، لكن بعد مقتل سليماني قيادة الميليشيات والحرس الثوري الإيراني بعد طبعا جهود أمريكا في معاونتهم في القضاء على تنظيم الدولة أو الحروب التي شنتها في المناطق السنية، الآن أصبح تفكك في داخل الميليشيات نفسها، أصبح تفكك في داخل الأحزاب نفسها، أصبح تفكك في حتى في ولاء الحكومة لإيران بشكل مطلق كما كان أيام قاسم سليماني. الدليل أن الكل كان يخشى من قاسم سليماني حتى في اتخاذ أي قرار، حتى على مستوى تنصيب وزراء لا يمكن أن يمرر وزير إلا بموافقة قاسم سليماني. هذا الأمر بعد قاسم سليماني نراه قد خف كثيرا، فالتقسيمات خفت بعد مقتل سليماني والمهندس في المقتولين في بغداد، الخلافات بدأت تظهر ما بين الميليشيات وبين الأحزاب في العراق، خلافات هي بالأصل كبيرة وعميقة، لكن قاسم سليماني كان المنسق والموجه لهؤلاء، الملفات كانت كلها بيد قاسم سليماني، لكن بعد مقتله انفرط العقد وتناثرت الميليشيات، لذلك استعانت إيران بميليشيا حزب ميليشيا نصر الله في لبنان لإعادة ترتيب الأوضاع في العراق
وخفض التوترات ما بين الميليشيات والأحزاب، ولذلك كان اجتماع قد حصل في لبنان بعد مقتل قاسم سليماني من أجل طمطمة الخلافات والتوترات بين الميليشيات والأحزاب من أجل ترتيب الأوراق للمرحلة القادمة. وعلى أثر ذلك طبعا اجتمعت الميليشيات، أقصد زعامة الميليشيات، بعد أن انتهى الاجتماع من لبنان كلها توجهت إلى إيران، لكن النتيجة أن هذا الاجتماع تمخض عن اتفاق في الأهداف، اتفاق في تصعيد ضد الأمريكان بعمليات صغيرة تتعلق بالتواجد الأمريكي في العراق، لكن الحصص السياسية والسلطة والنفوذ في العراق لا زال مستمر الخلاف فيه بشكل كبير جدا داخل الميليشيات وداخل الأحزاب الموالية لإيران. لذلك فعلا النتيجة هو أن هناك تراخي كبير جدا في الملف العراقي من جانب إيران بسبب الأوضاع التي تمر بها إيران، أوضاع داخلية، وبسبب أيضا مهم جدا وهو مقتل قاسم سليماني والمهندس في بغداد. نعم دكتور رافع الفلاحي، يعني لو أراد الكاظمي أن يجرب حظه في أن يوجد مشهد سياسي أو عراق ليس بهذه البصمة الإيرانية الواضحة والفاقعة أيضا خاصة في السنوات الأخيرة، تقديم رؤية مختلفة، عراق مختلف، خاصة وأن الرجل متهم بأنه أقرب إلى الولايات المتحدة والميليشيات اتهمته بأنه عميل أمريكي وأنه من شارك أو ساهم بقتل سليماني والمهندس، لو أراد أن يجرب كيف ممكن ستكون ردة فعل إيران والميليشيات على هذه المحاولة، هذه الخطوة، خاصة أنه أيضا هناك يعني معهد واشنطن لدراسات الشرق الأوسط في تقرير عن العراق يقول الميليشيات تعزز من قبضتها الشديدة في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية في العراق، كيف ستكون ردة فعل إيران وميليشياتها؟ أستاذ ماجد، يعني ربما هذا يعني تكملة لما كنت تتحدث به في سؤالك الأول. نعم. إيران قبلت على مضض بالكاظمي. نعم. يعني البعض يتحدث أن الكاظمي أقرب إلى إيران من أمريكا، لذلك الميليشيات والقوى الحزبية الشيعية، لكن غير متوقع دكتور، غير الكاظمي. متوقع إيران قبلت على مضض، لكن غير متوقع أن ترفع الراية البيضاء وتسلم بالكامل للرؤية الأمريكية. نعم نعم، أنا أريد أن أصل إلى هذا. نعم. إيران قبلت على مضض، لكنها قبلت وأمريكا أيضا قبلت بالكاظمي. يعني هذه القوتيين الآن اللي تتحكم بالعراق، أمريكا وإيران لديها انشغالاتها الداخلية الكبيرة. أمريكا لديها الكورونا الآن ربما وصل عدد الوفيات في اليوم الواحد في أمريكا إلى 5000 شخص، وهذا عدد كبير جدا في أمريكا، في دولة تدعي أنها الدولة رقم واحد في العالم. هناك وضع غير طبيعي، أمريكا تستعد لانتخابات رئاسية قريبة وترامب يراهن على الفوز بإدارة ثانية. هذه كلها وضعت أمريكا في زاوية حرجة، إضافة إلى إيران موضوعة في زاوية حرجة، اقتصادها ينهار، وضع الكورونا أيضا تفتك بها بشكل قوي، لديها مشاكل سياسية، الطرف المتحكم كان من قبلها أو ذراعها قتل سليماني. كل هذه الأمور اجتمعت لكي تقبل أمريكا وتقبل إيران بتفاهم خاص عن طرف ثالث بشكل مباشر لا أعرف، لكن تم التفاهم على القبول بالكاظمي بدلا عن الزرفي لكي تمضي هذه الفترة وتعطي نفسا للطرفين، لأمريكا ولإيران فسحة من الزمن لكي يعاد ترتيب الأوراق بالشكل الذي يرضي الطرفين. هذه حقيقة الحال. الآن الكاظمي لو أراد أن يغير شيء قبل أن يخشى من إيران، عليه أن يخشى من الملفات الداخلية التي أمامه، لأنه في العراق هناك انهيار اقتصادي واضح جدا. الآن وصل سعر البرميل النفط حتى مع زيادة تقليل ضخ النفط
محاولة أوبك الأخيرة سيكون سعر النفط لا يتجاوز 32 أو 33 دولار، فبالتالي أنت مع الخصومات التي تفرض على برميل النفط العراقي لشركات للعقود التراخيص، الحكومة العراقية لن يعني لن تحصل إلا على 10 دولارات أو أقل من 10 دولارات في البرميل الواحد، فبالتالي هناك سيولة نقدية منتهية، الرصيدها من الدولارات من العملة الصعبة لا تتجاوز مليار، وهذا مبلغ قليل جدا لا يمكن الاعتماد عليه، وإذا ما ذهبت عليه سيكون سعر الدولار الواحد أكثر من 5000 مثل ما كنا في وقت الحصار، ربما صار ب 3000 الآن يصير أكثر من 5000. فإذا هناك أمام خيارات اقتصادية صعبة جدا جدا، لديه أكثر من 4 ملايين موظف شهريا يحتاجون إلى 4.5 مليار دولار، واردات النفط لا تزيد عن 2 مليار دولار في أحسن الأحوال، كيف سيوفر هذا الموضوع؟ يعني مع زيادة أسعار النفط لديه سلاح منفلت في الساحة لا يستطيع ميليشيات تتحداه، لديه الكورونا أيضا تغزو الشارع وبطريقة ربما ستفتك بهم، هذه كلها الملفات مجتمعة، ولديه الأكراد الذي يريدونه، لديه صراعات مع الداخل، لديه أيضا ادعاءات بأنه سيكون بحكومة تكنوقراط ومستقلة، هذه لا يستطيعها بعد موافقته موافقة الأحزاب عليه وهذه القوى في ترشيحها ولديها شروط عليه، فبالتالي هو محكوم داخليا قبل أن يحكم خارجيا. أما إذا تجاوز كل هذا فسيجد أمامه العقبة الكبيرة هي إيران، إيران لن تقبل، إيران تريد أن تسكن الوضع الآن، والكاظمي يعمل مثل ما كان عادل عبد المهدي يعمل لكي تمر هذه الفترة وتشوم أنفاسها لكي تستطيع أن تقف على أقدامها، وهذا يعني الأمر ربما يبدو صعبا جدا. أشكرك، وهذا ما سنتحدث عنه في الجزء الثاني من هذه الحلقة عن التأثيرات السلبية لهذا التنافر أو التصادم الأمريكي الإيراني، على الأقل هذه التأثيرات الآن في الوقت الحاضر أو المستقبل المنظور سياسيا واقتصاديا. نتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال النقاش مع ضيوفنا عن تطورات الوضع في العراق بعد تكليف مصطفى الكاظمي برئاسة الحكومة، فابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي تبحث في تطورات الوضع في العراق بعد تكليف الكاظمي بتشكيل الحكومة. ضيوف الطاولة الدكتور رافع الفلاحي ودكتور لقاء مكي والدكتور ثامر العلواني. دكتور لقاء مكي، من 2003 إلى هذه السنين إلى الآن تشكيل الحكومة الجديدة الكاظمي، كانت الأمور تجري في تسمية رؤساء الحكومات بتوافق أمريكي إيراني، كان هناك ما يسميه مناهضو العملية السياسية أنه التخادم الأمريكي الإيراني في مرحلة ما بعد عام 2003، وهكذا جرت الأمور وكل الحكومات سارت بهذه الطريقة، تسمية رئيس الحكومة يتم بهذا التوافق والتنسيق الأمريكي الإيراني، وعلى الرغم من كل الكوارث التي تسببت بها هذه الحكومات سارت هذه الحكومات، صمدت ومشت إلى حد الآن، وصلنا إلى مرحلة المفاصلة، المحسوبون على إيران يتهمون خصومهم بالعمالة لأمريكا، والمحسوبون على أمريكا صاروا يتهمون الآخرين بأنهم عملاء لإيران. هذا التنافر الأمريكي الإيراني الجديد في العراق كيف سينعكس على العراق في المدى المنظور سياسيا واقتصاديا؟
هناك تنافر وليس انسجام في تسمية رئيس الحكومة في حكومة قد لا تحظى بهذا الدعم المشترك كما حظيت به الحكومات السابقة من 2003 وحتى هذه اللحظة؟ نعم، هو حقيقة أول ملامح هذا الافتراق أو التنافر هو عدم قدرة العراق على تشكيل حكومة منذ نحو 5 أشهر منذ استقالة حكومة عبد المهدي. الفشل طوال هذه الشهور، يعني هذا الكاظمي هو ثالث مرشح كما نعرف يفشل، أو يعني بعد فشل مرشحين وهذا المرشح الثالث، هذا يعني بسبب عدم القدرة على الوصول إلى مقاربات بين الطرفين. والحقيقة أنه المقاربات هذه انتهت بسبب إصرار إدارة ترامب كما نعرف على عقوبات إيران وعلى الافتراق عن إيران وعلى أيضا محاولة إنهاء النظام الإيراني. يعني هناك تباين كبير بين الطرفين بدأ منذ مايو 2017 وما زال حتى اليوم. لكن علينا أن نفهم أيضا أن هذا التناقض بسبب الظروف الحالية للبلدين، يعني خصوصا وباء كورونا والعامل الانتخابي في الولايات المتحدة والضغوط على ترامب داخل الكونغرس، ربما وصل إلى مرحلة وجدت فيه إيران نفسها قادرة على توجيه ضربات إلى أمريكا بدون توقع ردود فعل حقيقية. وبدأت بذلك فعلا، يعني حتى تحرشها بالسفن الأمريكية أمس في المياه الخليج العربي كانت يعني محاولة منها لجذب نبض أمريكا وقدرتها على الرد في هذه المرحلة، باعتبار أن إيران لن تطيق الاستمرار تحت طائلة العقوبات، وهي تريد من جهة إحراج إدارة ترامب وجر إلى معركة مؤذية له انتخابيا، ومن ناحية ثانية طبعا إجبار على التخادم معها من جديد ولا يتم في قضية العقوبات. المهم ساحة العراق كما نعرف هي ساحة دكتور في قضية الاستفزازات الإيرانية، إذا سمحت لي، في قضية الاستفزازات الإيرانية والولايات المتحدة، يبدو أن الولايات المتحدة في تعاطيها مع هذه القضية يبدو أنها تجمع فاتورة واحدة وتستوفي ثمنا كبيرا، ويبدو هذا الثمن اللي قبضته بقتلها سليماني والمهندس كان عبارة عن فاتورة متضخمة لاستفزازات إيرانية أو محسوبين عليها. ربما ذلك، يعني الرواية اللي طرحت الصحافة الأمريكية عن مقتل سليماني وعن آلية اتخاذ القرار، نعم، في الواقع قد توحي بنوع من المصادفة إنجاز التعبير، لا سيما وأن المهندس كان معه في ذلك الوقت. لكن على كل حال، نعم، بالتأكيد مقتل المهندس كان ضربة أمريكية مهمة للغاية، نعم، وغيرت قواعد اللعبة بالنسبة للعلاقة بين الطرفين. وهنا، نعم، قضية القواعد اللعبة أو قواعد الاشتباك اللي دائما نسمع عنها، في الواقع لم يحدث أبدا في العلاقة الإيرانية الأمريكية منذ عام 2003 أن وصلت قواعد الاشتباك بينهم إلى مرحلة تصفيات. ولذلك كان سليماني دكتور، كان سليماني كان يتحرك بحرية كاملة بأريحية كاملة من دون اعتبار للأمن الشخصي، على اعتبار أنه الإيرانيين على قناعة أنه أمريكا لا يمكن أن تستهدف قادة من الصف الأول. هذا جزء من قواعد الاشتباك التي كان معمولة بها، وهذا صحيح. ولذلك سليماني كان يعتقد أنه غير لا يمس، باعتبار أن هناك اتفاق جنتلمان ربما غير معلن أو غير مكتوب بين الطرفين. على كل حال، لكن طبعا إيران هي من انتهت قواعد اللعبة بالبداية حينما هاجمت مقر السفارة الأمريكية في بغداد، وهذه مسألة يعني كان يجب أن ينتبه لها الإيرانيين منذ البداية. النقطة الأساسية في هذا الموضوع أن العراق تحت طائلة التهديد سياسيا وعسكريا حتى لو مرت حكومة الكاظمي في البرلمان. أولا الكاظمي سيكون مرهون بعقوبات اقتصادية حقيقية إن لم يتعاطى مع الاشتراطات الأمريكية في المستقبل القريب. لحد الآن أمريكا لا يريدون مثلا تسديد العقوبات على العراق على إيران أو منع العراق من الدخول في نظام العقوبات حتى لا يحرجون رئيس الوزراء المقبل. ولذلك دكتور اليوم أقاطعك، اليوم أنا راح أقاطعك هواية. ولذلك اقتصرت الإعفاءات الأمريكية للعراق على فترة قصيرة، يقال أنه الأمريكان ما معتمدينها وهو 30 يوم على قضية أنه لاستيراد الغاز والكهرباء. صحيح.
هذا صحيح، هذا صحيح لإدامة وضع العراق تحت المطرقة إنجاز التعبير. الشيء الآخر أنه إحنا لدينا في حزيران المقبل ما يسمى بالحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة، وهنا نقطة أيضا مهمة. لماذا طلبت الولايات المتحدة من العراق في هذه المرحلة إقامة هذا الحوار؟ وطبعا سيقوم به رئيس الوزراء الجديد قد يكون الكاظمي. هنا إحنا أمام مرحلة جديدة، بمعنى أن الولايات المتحدة تريد كسب وقت، لا تريد الدخول الآن منذ الآن في صراعات قد تؤدي في هذه المرحلة بين الأمريكا وإيران إلى منعطفات خطيرة على الرئيس في عام انتخابي، لا تريد مفاجآت قبل الانتخابات. لذلك هي طرحت مسألة الحوار لسحب هذه الأشهر المقبلة في قضية الحوار ومنع إيران من التطوير زخم هجومها على العراق، على الولايات المتحدة ومصالحها، باعتبار أن هناك حوار قائم يتضمن قضية الانسحاب. لذلك الميليشيات القريبة من إيران أو الحليف لإيران لن تجرؤ أو لن تقوم على الأقل، ليس لها حجة في ظل المصالح الأمريكية والحوار قائم، ليس لها حجة إلا أن انتهى برفض الأمريكان. على أي حال هنا ترامب يراهن على أن هذا الحوار سيستمر حتى موعد الانتخابات في نوفمبر، وبالتالي سيدخل الانتخابات بدون خطر حقيقي يهدده بالدخول في حرب مع إيران أو ربما قتل المزيد من الجهود الأمريكان. وهذا الحوار هو الذي سيمد في عمر الأزمة خلال الفترة المقبلة. أشكرك. وفي نفس النقطة دكتور ثامر العلواني، يعني هذه الميليشيات الحقيقة كانت تنظر إلى تكليف رئيس حكومة يعني بعيد من البيئة الميليشياوية كالزرفي أو الكاظمي على أنها مسألة حياة أو موت بالنسبة إليها، لذلك يعني كانت لها مواقف متشددة متطرفة من هذين الشخصين إلى أن قبلت بالكاظمي أخيرا على مضض. على الرغم من أنه هاي الحكومة القادمة بعمر قصير سنة بمهمة تقريبا واحدة وهي إجراء الانتخابات، لكن تعاملت معها بحساسية شديدة جدا هذا التشكيل الحكومي الجديد. الميليشيات إذا عرفنا أن الميليشيات وصلت في حكومة عادل عبد المهدي ومن قبل العبادي إلى مرحلة النفوذ المطلق في العراق، والقرار الحاسم لا يمكن أن يمر إلا بموافقة الميليشيات الموالية لإيران، وحصلت في حكومة عادل عبد المهدي على نفوذ واسع جدا حتى أصبحت أنها تتحكم بالحكومة المسقطة من قبل المتظاهرين. حقيقة نحن لسنا في دولة حكومة مع ميليشيات وهناك صراع، لا، نحن في أمام شكل حكومة، هناك رئاسة حكومة، هناك برلمان، هناك رئاسة جمهورية، لكن في الحقيقة هذه كلها صور ليس لها أي تأثير على أرض الواقع، بقدر ما أن هناك ميليشيات تتحكم في العراق وهناك إرادات خارجية التي تحكم العراق. لذلك كانت الميليشيات وإيران حريصة على عدم استقالة عادل عبد المهدي. مكاسب الميليشيات الاقتصادية والعسكرية كبيرة، السيطرة على أرض الواقع كبيرة جدا للميليشيات، حتى النفط لهم حصص كبيرة فيه، فضلا عن حرية التحرك داخل العراق والاعتقالات والتحكم بالمناطق. مثلا أعطيك مثل التحكم في المناطق عن طريق الميليشيات، الميليشيات عندنا في أطراف بغداد مثلا، نعم. القرمة، منطقة القرمة في منطقة قريبة عليها القناطر، هذه تخضع بشكل كامل لسيطرة الميليشيات، بحيث لا يمكن أحد أن يخرج أو يدخل إلا بأمر من الميليشيات، بحيث أنها مغلقة بأسوار تتحكم بها هذه الميليشيات وليس الجيش أو الشرطة أو الأمور الأخرى. هذه الميزات تخشى هذه الميليشيات أن تتقلص بشكل أو بآخر، فهذا جانب تخاف منه الميليشيات. الجانب الآخر، الأمر ليس خاص بهذه الفترة حصرا، فالكل يعلم أن أي مسؤول يأتي في هذه الفترة لا يمكن أن يقدم شيئا، مثل ما تفضل دكتور رافع، لا يمكن أن يقدم شيئا الكاظمي أو غيره أمام التحديات الموجودة في العراق، مهما يملك من قوة شخصية أو نزاهة، طبعا مع عدم وجود هذه الشخصية، لكن نحن نفترض فرضية، فوجود أحزاب فاسدة تتحكم بالعراق، لا يمكن لأي أشكرك شخص دكتور. أن يسير بالعراق نحو التطور أو نحو أشكرك الاستقرار. على ذكر هذه النقطة والأحزاب الفاسدة دكتور رافع الفلاحي، الآن شركاء العملية السياسية عادوا إلى سيرتهم الأولى
في نقاشات وبحث ومفاوضات ومساومات عن حصصهم القادمة في حكومة الكاظمي، وكأن العراق لم يشهد ثورة عارمة قدمت 1000 شهيد، قدمت 27,000 جريح، تطالب بالإحصاء بإلغاء المحاصصة الطائفية، تطالب بالإصلاح. القوى العملية السياسية الآن في واد، والشعب وثورته في واد آخر. نعم أستاذ ماجد، دعني أقول لك أنه يعني العقول الخاوية الغير قادرين على الرؤية الجيدة لديهم حسابات دوما خاطئة. الحقيقة في أحد تفسيرات، دعني أقول لك، في أحد تفسيرات القوة أو يعني معاني القوة، يقال أنه عدم قدرتك على استخدام إمكاناتك واستثمار إمكاناتك في الوقت والزمان المناسبين يعتبر ضعف. الآن إذا ما يعني أخذنا هذا التعريف للقوة وطبقناه على الواقع العراقي، سنجد إنه القوى المتحكمة في العراق من هي؟ أمريكا وإيران وقوى داخلية، الأكراد في الشمال والعملية السياسية، أطراف العملية السياسية، كل هذه، وطبعا التظاهرات، هذه هي القوى التي تتحكم في المشهد العراقي الآن. هذه قوى المشهد العراقي. أنت في النظرة العامة سأقول لك أن كل القوى ضعيفة الآن، لأنه غير قادرة أن تستثمر إمكانياتها في نفس الوقت، عدا لنستثني التظاهرات والشعب العراقي سنتحدث عنها. في الشمال هناك الأكراد، هناك الشقين، يعني سليمانية وأربيل، هناك صراع، دعك من الحديث عن التوافق، في أي لحظة ممكن أن تنفجر بينهم إذا ما شعر أي طرف من الأطراف أن الطرف الآخر أضعف من عنده وأن مصالحه تستوجب هذا الموضوع، وهذا طبيعي جدا. في العملية السياسية كل أطراف العملية السياسية ضعيفة جدا جدا، أمريكا أيضا ضعيفة بسبب ما تحدثنا عنه، الكورونا والانتخابات، ولديها ليس ضعيفة بمعنى أنه لا تمتلك القوة، لكنها لا تستطيع تحريكها في الوقت الحاضر لأنه الظرف لا يسمح. إيران أيضا ضعيفة. الرؤية هذه عند أطراف العملية السياسية جعلتهم يعتقدون أن كل الأطراف ضعيفة وهم الطرف الوحيد القوي، وهذه النظرية خطأ جدا. الطرف الوحيد القوي هو الشعب العراقي، لسبب جوهري وأكيد، لأن الشعب العراقي والتظاهرات لا تحتاج إلى دعم لوجستي أو دعم خارجي أو تسليح أو تمويل، هذه لا تحتاجها، مجرد دعوات، مجرد حماسة وموجودة. أشكرك. سيخرج الشعب مرة أخرى بتظاهرات مليونية يسحق كل هذه العملية السياسية. فإذا الطرف الوحيد القوي في هذه المعادلة اللي لا أحد يحسب له الحساب هو الشعب العراقي والتظاهرات تشرين، هي القادرة أن يعني تعيد العراق إلى جادة الصواب وتنهي كل هذه المشكلة. نعم. هذا اللي جعل أطراف العملية السياسية يتصرفون بالطريقة التي تتحدث عنها، وكأن لا شعب أمامهم، قلة وعي وقلة إدراك وعدم قدرة على الفهم والحسابات الخاطئة. نعم. وهذا أيضا ما استشرفته وكالة بلومبرغ الأمريكية بقولها أن الكاظمي لن ينجح في تشكيل حكومته وستطيح به التظاهرات الشعبية لاعتماده نفس أسس المحاصصة الطائفية المعمول بها في العراق من 2003. بهذا مشاهدين الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة من طاولة حوار، ولم يتبقى لنا إلا أن نشكر ضيوفنا الذين كانوا معنا فيها، وهم كل من الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، والدكتور لقاء مكي الإعلامي والأكاديمي والباحث السياسي أيضا، وكان معنا عبر سكايب من العاصمة الأردنية عمان الدكتور ثامر العلواني مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق. وحتى نلتقي في الأسبوع القادم، أشكركم وفي أمان الله.